اهلا بكل مشاهدينا وين ما تكونون وين ما تتابعونا. بالتاكيد بلشنا وياكم رحلتنا لهذا اليوم من استراحه الظهيره على مدار ساعه كامله. خلال هذه الساعه بالتاكيد راح تكون معنا الكثير والعديد من الفقرات المتنوعه والمتعدده، واكيد ضيف كريم ينورنا بداخل الاستوديو. مثل ما عودناكم دائما ببدايه كل حلقه لابد ان نبلش بفاصل غنائي جميل نستمتع بجمال الكلمات والالحان والموسيقى. اذا الى هناك. رجعنا وياكم من جديد أحبتي المشاهدين، وبالتأكيد مكملين وياكم مشوارنا وما زلنا بدقائقنا الأولى من استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم دائما بخلال هذه الساعة يكون معانا ضيف ينورنا بداخل الاستوديو، نتحدث عن الكثير من المواضيع اللي تهم وتخص المجتمع العراقي بشكل عام، سواء كانت من الناحية الطبية الثقافية أو حتى ممكن من الناحية الفنية. اليوم راح نتحدث بموضوع جدا مهم يخص الشعر، وتحديدا الشعر الشعبي، مع الشاعر اللي نورنا بداخل الاستوديو الأستاذ مرتضى العتابي. أهلا وسهلا بيك، نورتنا. أهلا وسهلا بيك وشكرا لهذه الاستضافة الجميلة. مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناة سامراء الفضائية. أهلا وسهلا. اليوم بالتأكيد الشعر يحتاج الكثير من المشاعر، الكثير ممكن من المواقف اللي تبقى بالذاكرة، حتى بالتالي اليوم كشاعر يقدر أنه هو يكتب مشاعره وبنفس الوقت يجسد المواقف اللي ممكن أنه هي تمر عليه، سواء كانت هي تخصها أو ممكن أنه موقف أمامه أصبح أو مع الأصدقاء، فبالتالي يحب أنه يجسده بقصيدة. اليوم شنو الأقرب إليك بكتابة الشعر؟ ممكن أنه هي كتابة مشاعرك الشخصية أو ممكن أنه المواقف اللي تحصل أمامك؟ هو يعني أي شيء تمر به راح يكون أصدق أصدق من الموقف مثلا اللي أحد يسولف لك إياه أو الموقف اللي تشوفه. اللي تمر به أنت مجربه ومجرب إحساسه، بس لا ضير أنه تكتب للمجتمع. حلو. إذا اليوم ممكن الشعر يكون هو عبارة عن إحساس، اليوم ممكن مواقف أنه الشخص يشاهدها بس ما يقدر يحسها، هذا الشيء ممكن يشكل صعوبة بكتابة قصيدة. صح، هو أنت مو كل شيء تشاهده راح يأثر بيك. الأشياء مرات تشاهده أكو إنسان يشوفها عادية بس الشاعر ما يشوفها عادية. صح، ثم يشوفها مؤثرة أكثر فعلا، دفع لكتابة قصيدة. مثل الفنان التشكيلي اليوم ممكن انه لما يشاهد اي شيء موجود ما راح يشوفه بنظره الشخص العادي، لانه هو حيبدي يفسر والالوان وممكن يترجم الحركه من جانب فني هو عايش به. فعلا. طيب مرتضى، اليوم بالتاكيد البدايات ما تكون انه هي ممكن بسهوله او ما تكون مثلا بدون موقف معين خلى انه هذه الموهبه تبرز وتنتبه عليها، او ممكن اشخاص مقربين لك انتبهوا انه عندك هذه الموهبه، وبالتالي تم الدعم والتحفيز حتى بالتالي تخطو الخطوات بطريق الشعر. البدايات شلون كانت؟ البدايات انا يعني كنت مستمع جدا جيد للشعر الشعبي. من اي عمر؟ من تقريبا 12 سنه 13 سنه. اي، فكان صديق الوالد الاستاذ الراحل جبار رشيد الله يرحمه. الله يرحمه. فمره اتصل والدي حاكي له قايل له مرتضى يحب الشعر. زين. يعني جدا يحب الشعر. فاتصل علي قال لي سمعني. تمام. سمعت قصيده له. حلو. انا ما اكتب، مجرد مستمع. مستمع. استاذ جبار عنده نكران ذات كلش كبير. اي. وانسان كلش طيب الله يرحمه. الله يرحمه. فقال بابا انت وين تسمع لي؟ روح اسمع الكاظم واسمع القاطع. زين. فقلت له انا حافظ الكاظم القاطع. الله يرحمه. قريت له الكاظم القاطع، ومن ثم قريت له سمير صبيح، وقريت له العديد من شعر الراحلين. كان يلزم والدي قال له مرتضى يصير شاعر. حلو. قال له فتره انتظره يكبر يصير شاعر. حلو. كبرت كتبت الشعر. اول دخولي للوسط احتضني الاستاذ علي الشمر تحياتنا له. حلو. انتميت العديد من المنتديات وحاليا احد اعضاء منتدى النخله الثقافي. ما شاء الله عليك. طيب اليوم اذا العائله كانت داعمه، وتحديدا الوالد كان داعم الى هذه الموهبه. بالضبط. للشعر الشعبي، اكيد الوالد من المتذوقين ولا ما كان انه؟ اي لا، هو يعني علاقاته قويه بالشعر، استاذ كريم جسر. جبار رشيد اغلبهم اصدقائه. حلو. طيب اكيد اليوم القصيده اللي تكتبها انت يمكن لاول مره تكون هي غير مختلفه عن بقيه القصائد اللي. بالضبط، هي بداية أي شاعر مو مثل ما يختلط، الاختلاط أو الاحتكاك بالشعراء أو جيلك أو الأكبر منك ينطيك حافز أقوى وينطيك دعم أكثر، تشوف جو غير. زين، القصيدة الأولى حافظها ولا ناسيها؟ ما أتذكر منها الصراحة، بدايات ما أتذكر منها. حلو. طيب
خلينا نسمع شيء كبداية من عندك بما أنه أنت مستمع لأسماء كبيرة جدا بالوسط الشعري، فبالتأكيد يعني اليوم يكون أكو فضول حتى نسمع من قصائدك. يدور الوجع بي صار لسنين، أحس بي ما أشوف أصواب عميان، خضار بزندي يطلع من يجي الليل من قد ما دموع منقع الردان. الله. من كل كتر يزرع بي العيوب وانا بصدر عد الشامن يشان، دريتي حب الاسود خيطت ليل، ومن كنت رمس شقيت الالوان، ما يحضن كل هاي المواعيد شاليش من رد اشتم القمصان. الله. ما يحضن كل هاي المواعيد هي شاليش من رد اشتم القمصان، الم الحطب الم الحطب بس حتى دفي، بوقتها بنمع في تبية بردان. الله. اريد انسى قبل لا انسئ ليش، اريد ايام تقضي شلون ما كان، لا اقدر اسولف واشرح الصار ولا اخليها سكتة بروح بركان. اويلي. لا اقدر اسولف واشرح الصار ولا اخليها سكتة بروح بركان، عشت بالمنتصف كل هاي السنين مثل بلعة الموس بريج عطشان. الله. بس منا عشت بالمنتصف كل هاي السنين مثل بلعة الموس بريج عطشان، بس منا وهيج حسب لك حساب بعد ما راح اسامح كل شي خربان. انا الخانت نصحت وما اهتميت، يريد الطعن تهتم والله بطران، ما ارجع بعد لو يصبح دواي، ما ارجع بعد لو تصبح دواي، وترقدين اذا صرت انت الاذان. الله الله صح لسانك. اليوم ممكن كثير من الامور اللي نسمعها بداخل القصيده تحرك الكثير ممكن من المشاعر من الذكريات، تخلينا نسترجع بعض المواقف، ممكن انه هذه الاشياء او تخلينا نندمج مع القصيده بشكل يعني نعيش بداخل القصيده. بالضبط، تعيشين الاشياء اللي جاي تنقل. اليوم شنو اللي اثر على المستمع او المتلقي بان يدخل الى جو القصيده وعالمها؟ هل ممكن اداء الشاعر، طريقه القائه، ام ممكن الصور الشعريه اللي يقدمها او استخدامها لمفردات معينه تلامس قلب المستمع؟ هو الشاعر يعيشي ويطرح للمجتمع. زين. اغلب الناس عايش الظروف اللي عايشيها احنا، فلازم تلقى اشياء مشابهه بالمجتمع. يعني مثلا انت تكتب على الخذلان، تلقى لك اللي يسمع للخذلان يسمعك، بس انت المفروض تكتب لهم كلهم. صح، لكل الاذواق. لكل الاذواق بالضبط. يعني ما تكتب فقط للشعر. زين، بما انه انت تحضر منتديات وعضو ايضا بمنتدى، شنو الاكثر شيء ممكن ان يكون محبوب للمتذوقين للشعر والمستمعين؟ الأشياء اللي عايشها الشاعر والسهلة تكون تلامس ذوق المتذوق. يعني ممكن أنه القصائد اللي تكون بها عتب أو حزن أو غزل، شنو؟ مو قلت لك القصيدة اللي عايشها الشاعر يكتبها بطريقة سهلة توصل للمتذوق أسرع مما يكتب الصورة الشعرية. لكن لا ضير أنه يكتبهن اثنينات. حلو. صورة الشعرية في لون جميل بالشعر الشعري. حلو. اليوم أكيد يعني لكل بدايات يكون أكو قدوة معينة، الشخص دائما يحاول أنه يوصل إلى مستوى أو ممكن يكون قريب من عنده. من البدايات اللي حضرتك تأثرت بيهم؟ أنا تأثرت بالأستاذ سمير صبيع، وأيضا بجبار رشيد. أنا جبار كل شيء أحبه. لا على درجة. لا، تخلي نسمع شيء يخصه. قرأت قصيدة الجبار رشيد؟ يعني قصائد جبار كلها حافظة، بس قصيدة جدا أحبها. جبار رشيد يقول سولف، قول لك واهس الظل وياي، وإذا ما لك واهس قول لا تخجل، ما أقبل أحبك وانت ما مرتاح، وما أرتاح أحبك وانت ما تقبل، إذا ما تشدني بيك وبي شدك حيل، أنحل بالسهل من عندك وتنحل، بكيفك من نجيت وما جبرتك يوم، ما جبرك بكيفك لو ردت ترحل، فكر باللي يهمك والمهم شو تريد، أنا كل اللي يهمني المهم لا تزعل، ما مليت منك أقدر أبقى وياك، بس المشكلة خافان راح أنمل، ما يهمني الدرب صار أمشي بيه سنين، ما أندل كنت بس هسه قمت أندل، وما أقول أن خسارة راح منه وياك، وإي كل من أحب الروح ما تبخل، روح لحبتك تتحمل بلياك، وما ينقص صبرها بغيبتك يكمل، مجنونة نعم مجنونة نعم، بس تدروح شلون تنجن بالعشق وبلا عشق تعقل، الله. حبيتك صدق والوقت كذبه هاي، بمعركة الدغش
أنا نزلت أعزل وتعرفني ولو عندك شكوك هواي ودر الكل شكوكك صار عندك حل من شفتك سنابل روح جت ترويك ماي ولا تظن تصير لك منجل ما أقبل أحبك وانت ما مرتاح ولا ارتاح احبك وانت ما تقبل. الله صح لسانك. الرحمه والخلود للكبير جبار رشيد. الله يرحمه. اليوم هذه القصيده تقلت انا حافظ له هوايه بس انه هذه القصيده اللي جتي ببالك. لا هاي القصيده انا احبها يعني. تحبها؟ اي رغم هي القصيده يعني ما معروفه بقد ما معروفه مثلا سولف قول بس اكيد انه هذه القصيده بها اشياء تلامسك. بالضبط يعني. بعد الله يساعد قلبك. يعني جبار معروفه لك كون تشوف خذني يمك، كل قصايده معروفه بس القصايد اللي وصلت جبار كون تشوف خذني يمك بس يعني ما اعرف انا حبيت هاي القصيده. زين سؤال اليوم ليش ممكن انه الشاعر دائما في اغلب الاحيان تكون القصائد رغم انه هي بيها غزل او ممكن ان تكون بيها رثاء بس اكو بيها جرح، يعني ممكن انه اليوم جروح العاطفة تولد انه مشاعر كبيرة لدرجة انه الشاعر ممكن انه يبوح بيها على الورق؟ احنا حتى بالغزل مرات نخلي اشياء وجدانية، نخلي جروحنا حتى بالغزل. ليش؟ وهذا السؤال هو هذا اللي يعني السائد هو الاحساس، حتى لو غزل لازم اكو شيء موجع، لان انت اذا ما تلتشم يعني ما تكتب شعر. تملت شو؟ يعني مو ملتشوم يعني راح لك راح لك شلون عندي بيتي يقول انا حتى الشعر ما كتبه من نرتاح يعرف شك بروحي الضاق شوقة ليل انا حتى الشعر ما كتبه من نرتاح دضل صيح يا خايب ما افزع لو موت القاطع من فزع صفقه وللتمساح نبع منه الشعر شي شاف عوز وظيم لو مرتاح كان ما كتب ما مرتاح مرتاح ما مرتاح القصائد الكبير كان اسماعيل القاطع. الله. طيب اليوم بالنسبه لواقع الشعر الشعبي بعموم العراق ما نتحدث عن محافظه معينه ممكن ان يكون هنالك امور تحتاج الى دعم ممكن تحتاج الى ضمان حقوق الشاعر بالقصائد اللي ممكن ان يلقيها. انا دائما كل شاعر التقي بي اساله بموضوع حقوق القصيده الحقوق الملكيه للقصيده رغم انه اليوم اكو منتديات كثيره ممكن انه تلتقون بها كشعراء صح. تنعرف هذه القصيده للشخص الفلاني او هذه القصيده للشخص الفلاني لكن في بعض الاحيان يحصل مثلا على سبيل المثال تشابه بابيات معينه هذا الموضوع كيف اذا توارد بالشعر الشعبي نطلق عليه توارد التوارد يعني لازم الشاعر عنده حقوق نشر مثلا اليوم انا وست عبير متواردين ببيت معين اذا كانت تعبر شعره بيت معين التوثيق الأقدم المنشور الأقدم مثلا باليوتيوب مثلا برنامج معين على منصة منو توثيقه أقدم هذا البيت إليه زين بس هو ممكن يعني مثلا مرات الكلمات يعني هي ترهم على بعضها وممكن أنه يصير تشابه مع التوارد هو تشابه معنى على حكاية المخرج يقول التوارد وارد التوارد بس التوارد تشابه معنى يعني طبعا. ما تجي تكتب فكرة غريبة الفكرة الغريبة من تنكتب إذا أكو فكرة غريبة يجي ثاني يكتب هاي الفكرة هذا توارد صحيح. بس السائد مثلا الجرح مثلا عندنا أو السهر أو هيك أشياء هاي مو توارد لأن هي سائدة بالشعر زين اليوم أيضا السوشيال ميديا لعبت دور جدا كبير ببروز أسماء كثيرة من الشعراء خصوصا المبتدئين يعني إحنا مثلا اليوم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أكو كثير من الشعراء عندهم عدد كبير جدا من المتابعين ومن المتأثرين والمتذوقين للشعر لكن لما تيجي مثلا تبحث عن السي في مالته ما يكون أنه هو مشارك مثلا بمسابقات معينة للشعر حتى ينعرف بيها أو برامج تلفزيونية وغيرها اليوم السوشيال ميديا شقد خدمتكم أنتم كشعراء شباب الصراحة مواقع التواصل يعني خدمتنا هواي كلش هواي لأن شلون نقول صار الوصول أسهل أسهل يعني الوصول جدا سهل مقطع إذا يعني جاب عدد مشاهدات بمنصة معينة بمنتدى معين نعم. أنت ينعرف مثلا حسابك أو تنعرف على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بس يعني أكو موضوع مهم أنه لازم المادة تكون محترمة طبعا الأشياء كي. اللي تطرحها لازم تكون أشياء ما تجرح مو خادشة أنا ويا المواقع التواصل الاجتماعي بشرط أنه مادة شعرية جيدة تكون من ضمن ممكن العادات والتقاليد وأيضا ممكن بالضبط. الأخلاقيات اليوم طبعا بالتأكيد يعني موضوع السوشيال ميديا أو الأشخاص اللي هم يكونون لهم متابعين بعدد جدا كبير على السوشيال ميديا يحتاج دائما أن يكون هو متواجد وأيضا يقوم بالنشر لمقاطع شعرية معينة
فهذا الموضوع بالتأكيد راح يخليه يتعرف على أذواق المتابعين، فهذا الموضوع إيش قد يخليه يخدمه بنفس الوقت، أو يخليه حتى ممكن أنه يفكر بقصائد جديدة أو بأبيات شعرية جديدة. هي المواكبة يعني مواقع التواصل الاجتماعي تخليك تكتب أشياء اللي الناس تحبها، لا راح يصير عندك عدة آراء من المتابعين من الناس اللي تحبك، فتضطر انت او مو تضطر انت يعني تتعود على كتابه قصائد للناس لان هي راح تطلب من عندك. حلو بالضبط. اليوم ايضا يعني احنا بالنسبه للمصممين هواي يساعدوكم انتم كشعراء بممكن حتى انتشار المقاطع او لقصيده معينه من خلال تصميماتهم اللي تنشر ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم التصاميم مش قد تاثر ايضا بانتشار القصيده حاليا؟ يعني ما نقول 100%، نقول 75% من وصول الشعراء من المصممين. اليوم انت كشاعر يعني لابد انه تتعامل مع مصمم حتى ممكن انه يكون بالضبط يعني ولا انت تتعامل مع عدة مصممين هذه الامور؟ لا هو المصمم يعني يعرف شغله واخذوا فد حيز كلش كبير بالشعر الشعبي وافادوا الشعر الشعبي. جيد زين. اليوم خلينا نحكي ايضا عن موضوع القصائد اللي حضرتك تحب تكتبها، بالتاكيد عندك كم كبير من القصائد اللي كاتبها واللي تحبها، الاقرب الى قلبك من القصائد شنو كانت وحتى بعدين نسمعها؟ احكي لي اول شيء قصتها وبعدين خلينا نسمعها. لا قصتها سالفه مين؟ سالفه بعد خل بس نسمعها. لا هي مو الاقرب يعني هي القصيده مولود جديد فكلهم قريبات. حلو سمعت قصيده يعني. ذاتيه يعني انا محتفظ بيها. اوكي والاول مره تقرا؟ يلا حلو. انا انسان متيه كل شيء متيه حضن امي واندلك ومو بس اسمك قام يغثني يغثون الوادم اللي بحلك. اصعب لحظه تهز شخصيتك من توقف فحدك ضد اهلك وتفرض رايك باللي تريده واللي تريده يرد يخذلك. كويل. هنا ما مسموح الذم قلبك، هنا واجب من الذم عقلك ومو من وادم تبدي الذله. هنا احساسك يبدي ذلك. انت اللي ما تنمل لو ساكت راح الوادم تبدي تملك. صح. وتضعف حد ما توصل ماكو بقد الشعر يصير ضلوعك وتعداد ايامك يتغير 7 سنين يمر اسبوعك. صح. وي كل صبت زاد ولمه راح يفتحوا لك موضوعك. ويكل صبة زاد ولمة راح يفتحوا لك موضوعك. هنا ما تغص بزادك صدق. الغصة شلون تضم دموعك؟ الله. هنا ما تغص بزادك صدق. الغصة شلون تضم دموعك بعد صار تريد تناسي وتريد تجاوز وارجع لك كفيت العشرة بتربيتي وغير الشكر انقط ما اقول لك. الله الله صح لسانك. اليوم أكيد يعني أكو أجواء معينة أوقات معينة يتم بها الإلهام للشعر، شنو الشيء اللي يخلي اليوم مرتضى يكتب الشعر بأجواء معينة تكون هي اللي تنطي كل الإلهام بكتابة قصيدة؟ هي يعني ماكو أجواء اللي يقول لك أجواء ماكو أجواء للشعر الشعبي إلا لا شنو القصيدة تكتب القصيدة تولد بأي وقت ممكن أي موقف يمر يأثر بيك تقدر تكتب بيه قصيدة بشرط أن الموقف يأثر. إذن اليوم يعني لابد أن الشاعر يعني يكون مجمع الكثير ممكن من الكلمات المصطلحات العبارات اللي ممكن أنه تكون هي أيضا ترهم بكتابة الشعر، لأنه اليوم بالتأكيد يعني أكو كلمات معينة لابد أنه هي تكون موجودة حتى تكون أقرب إلى المستمع. صح؟ بالضبط. هو اختيار المفردات راح ينطي جمالية للقصيدة. أنا مثلا فلان قصيدة بقصيدة اختار مفردات معينة أعمل على توظيفها بالقصيدة. حلو. بشرط وحدة الموضوع. فالمفردات اللي اختارها الشاعر يوظفها بقصيدة معينة تطلع في شيء جميل يعني. فعلا. أنا أريد أسألك عن بسؤال أخير إلى أسألك عن الجديد، أكو ممكن خطوات جديدة حاب أنه تقوم بيها كخطوات بالمنتدى أو ممكن مشاركات؟ أنا عضو يعني قلت لي سابقا عضو منتدى النخلة الثقافي. نعم. احنا منتدى مجموعه شباب نامل على نجاح الشعر الشعبي ونقرب المنتدى وندعي ايضا شعراء من خارج المنتدى. حلو. يقرون يمنا يصير تنوع بالشعر الشعبي بين شعراء الشباب والشعراء الرواد واللي سبقونا باجيال واللي ورانا.
جيد، هذه خطوة موفقة إن شاء الله. وأكيد يعني أنا أحييكم، ودائما إحنا نشجع مثل هذه الخطوات من أجل دائما إيصال صوت الشاعر وبنفس الوقت القصيدة الشعبية للجميع. شكرا جزيلا لحضورك شاعر مرتضى العتابي، نورتنا وأتمنى لك كل الموفقية بنفس الله الوقت. شكرا. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الأحبة بتأكيد مكملين وياكم مشوارنا لهذا اليوم، حاليا راح ننتقل إلى هذا التقرير ومن بعدها أكيد لنعود. مع أجواء الربيع انطلقت الكرنفالات الخيرية والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية الخاصة بدعم العوائل الفقيرة والمتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المصابين بالأمراض السرطانية، والتي يسعى القائمون عليها إلى نشر الفرح والسعادة على هؤلاء الأطفال وذويهم. كما تشهد هذه الفعاليات حضور العديد من الفنانين والمثقفين. كرنفال رسالة السنوي الرابع لتأسيس فريق لا مستحيل، يعد هو من الكرنفالات الخيرية لدعم الأطفال الأيتام والعوائل المتعففة. أيضا هو يضم عدة فقرات ترفيهية، وهي تدعم قلت لك شرائح من مجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام وأمراض السرطان الأطفال. فهو الكرنفال أكو ببازار خيري، البازار الخيري كما مذكور بالدعوة تذهب أرباحها إلى العوائل المتعففة، والمعرض الفني تعرض بعدة لوحات، وأيضا شاركوا بها من خارج البصرة أيضا بغداد وذيقار. البصرة هو بيتنا الثاني، والبصرة أهلنا وناسنا بكل شيء بيها طيب، بهواها بجوها بميها بأكلها. وأكيد أنا أحب أشكر الفريق التطوعي إلى المستحيل على هذا الكرنفال اللي ما مدعوم من أي جهة سياسية وما مدعوم من أي حزب، والحلو أنه هو رسالته داعمة للأيتام وداعمة لمحاربين السرطان والمعاقين، وهذا أكيد أقل شيء نقدر نقدمه لهذه الشريحة بالمجتمع. رسمت النشاطات الفرحة ونشرت السعادة بين الأطفال وذويهم الذين طالبوا بالمزيد من الدعم الحكومي لمساندة هؤلاء الشباب الراغبين بتقديم الأعمال الإنسانية. مبادرات لتشجيع طبعا الشباب بالبداية، وهم يعني كفرق تطوعية ما شاء الله عندهم يعني نشاطات متنوعة، من معرض فني، من مواد غذائية للعروض، من منتجاتهم الحرفية. أكيد إحنا هذا نشجعه لأن راح تكون بساحات مفتوحة، فبالأخير يعني هي راح تجي العائلة العراقية أو البصرية بالذات راح تتفرج على هذه المنتجات، ودعم لهم ومردود مادي طبعا لهم. فإحنا يعني دائما نشد على أيدي الشباب بهذه المبادرات الراقية وظاهرة ثقافية طبعا جميلة ببصرتنا. وإحنا نتمنى من كل الجهات المسؤولة، ما أقول بس الحكومية، من كل أي جهة ثقافية أو حكومية أنه تدعم الشباب بهذه البازارات. يعني يحتاجون طاولات، يحتاجون رعاية خاصة، يحتاجون تعاون بهذه المكانات المفتوحة، حماية نوعا ما، إبداع وأعمال يدوية. فنتمنى أنه ما تكون موسمية أو محصورة بس على أيام قليلة أو أيام العطل، ودعمها من الدولة نتمنى أن تكون، يعني تكون مكانات مخصصة. يعني مثلا اليوم نشوف هنا الجو مفتوح وحلو، بس ماكو مكانات مخصصة، مثلا هسه لو شوي لو مطرت الدنيا عشان خربت كل الأعمال اللي مسويها. فنتمنى أنه تكون مكانات مخصصة ومرتبة حتى الشباب يبدعون أكثر وما تتوقف أعمالهم. يعني فهاي كلش حلوة المبادرة. نبالات تكون كونسة للعوائل وللأطفال أيضا، لأن راح يقدم بها جوائز ومسابقات، وهمين بنفس الوقت يتونسون. فأنا كلش أشجع الكرنفالات بكثرة حتى شوية العوائل تطلع تغير جو، لأن ما عندنا أماكن كلش هواي بالبصرة. شريحة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وغيرها عبروا عن سعادتهم في هذا المهرجان، مطالبين بإقامة مهرجانات ترفيهية أخرى
في مدينة السياب. الاحتياجات الخاصة، ونتمنى الاهتمام في هاي الشريحة، واتمنى التوفيق لجميع ان شاء الله. لاعب منتخب بطن التنس الريشة اللاعب حسين ساجد كريم، طموح مثلا نصعد بطولات او يعني نصعد خط اول، نسافر نطلع، اتمنى الدولة او الحكومة تهتم في هاي الشريحة. دوي الهمم، اتمنى اكون كل فترة فترة اكون اسوي هالشي فقرات حلوة، فيعني تفونس بيها نغير جو، هاي اتمنى يكون العراق يظل بخير اول شيء، وثاني شيء اتمنى يكون نزيد بهاي الاجواء الحلوه. لقناه سامراء الفضائيه ماجد الصقر، مدينه البصره. شكرا للزميل ماجد على إعداد هذا التقرير الجميل في هذا المهرجان. اليوم ضروري جدا أنه تحصل مثل هذه المهرجانات، بالنهاية يتم أيضا ممكن من خلالها يكون هو ملتقى للكثير من الأشخاص والمواهب، وأيضا ممكن الطاقات الشبابية. الحلو اليوم بهذا المهرجان ممكن كل الفئات مشاركة به، حتى ممكن أصحاب الهمم. يعني هذه خطوة جدا جميلة. اليوم لابد أنه حتى بأصحاب الهمم ممكن أنه نعمل لهم بعض الأمور اللي ممكن أنه هي تفيدهم وأيضا تحسن من حالتهم، ممكن بعض الأعمال اللي يقومون بها، بعض الأمور، لأنه بالنهاية اليوم لكل شخص ممكن أن يكون عنده طموح لابد أن يكون هو معطاء إلى المجتمع. هنالك الكثير ممكن من الأعمال اللي لابد بها تشغيل أصحاب الهمم، حتى بالتالي ممكن أيضا يكون لهم أعمال معينة وتقديم خدمات إلى الوطن والمجتمع، بالإضافة إلى الكثير ممكن من الأمور اللي حصلت وشاهدناها خلال هذا المهرجان، المبيعات اللي حصلت. لكن نقطة جدا مهمة تحدثت بها أحد المتحدثات، أنه لابد أن تكون هنالك أماكن مخصصة حتى في حال أنه أي مهرجان يحصل أو أي في أي مكان أو بأي وقت، لابد أنه هو يتم تسقيفها حتى في حال أنه مطرت الدنيا ما راح تتأثر المنتجات المعروضة بمياه الأمطار. طبعا حاليا مشاهدينا الاحباء راح ننتقل لمشاهده لب تساقط الشعر، خلينا نشاهده ومن بعدها اكيد نعود. لتعزيز صحة الشعر وتقليل التساقط لابد على كل سيدة ان تقوم بهذه الخطوات، وهي تدليك فروة الرأس بالزيوت، حيث يساعد تدليك فروة الرأس بزيوت مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند أو زيت اللوز في تحفيز الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر، ويفضل ترك الزيت لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر. كذلك استخدام عصير البصل، حيث يحتوي على الكبريت الذي يعزز من نمو الشعر ويقلل أيضا من تساقطه، حيث يمكن وضع العصير على فروة الرأس لمدة 20 إلى 15 دقيقة ثم غسل الشعر جيدا. كذلك الحد من التوتر، حيث يعتبر التوتر هو أهم أسباب تساقط الشعر، لذا ينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا والنوم الجيد. أيضا الغذاء المتوازن يساعد جدا بتحسين صحة الشعر، حيث أن تناول الطعام الغني بالبروتينات والحديد والفيتامين والأحماض الدهنية والأطعمة مثل البيض والسبانخ والمكسرات مفيدة جدا لصحة الشعر. وأخيرا تجنب المعالجات الكيميائية والحرارية، لأنها تقوم بتجفيف الشعر وبنفس الوقت تساقطه وتكسيره.
شاهدنا مشاهدينا الأحبة هذه الفقرة اللي تتحدث عن ممكن تساقط الشعر، والاهتمام بالشعر ضروري جدا سواء للرجال والنساء، لأنه بالنهاية في حال خصوصا إذا احنا بموسم الشتاء، فبالتالي الاستحمام بالماء الساخن جدا، هنالك بعض الأشخاص ما يقدرون إنه يستحمون إلا بماء ساخن جدا، هذا الموضوع رح يأثر بشكل جدا كبير على فروة الرأس وبنفس الوقت على البشرة بشكل عام، وحتى ممكن على جفاف الشعر اللي يؤدي إلى تكسره وضعفه وتلفه وحتى ممكن التقصف والتساقط. إذا هنالك كثير من الأمور اللي ذكرناها خلال هذه الفقرة نتبعها أو ممكن أنه نحاول أن نطبقها نوعا ما حتى بالتالي نحصل على شعر صحي ولامع. حاليا مشاهدين أحب أن ننتقل إلى فقرة أخرى، فقرة أسرار الطبيعة، خلينا نشاهدها ومن بعدها أكيد لنعود. نبات منزلي مميز وشائع بسبب أوراقه الطويلة والرقيقة ذات اللون الأخضر المزين بخطوط بيضاء أو صفراء، يطلق عليه أيضاً اسم النبات الطائرة نظراً لأوراقه المتدلية التي تشبه أرجل العنكبوت. يتميز نبات العنكبوت بقدرته على تحمل الظروف المختلفة وسهولة العناية به، مما يجعله خياراً مثالياً للمبتدئين. يعمل نبات العنكبوت على تنقية الهواء الداخلي من السموم مثل الفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون، مما يجعله مفيداً لتحسين جودة الهواء في المنزل. ينمو هذا النبات بشكل جيد في الإضاءة غير المباشرة، ويحتاج إلى ري معتدل، مع التأكد من ترك التربة تجف قليلاً بين الريات. إنه إضافة جميلة وأنيقة لأي غرفة داخلية. طبعاً شاهدنا هذه الفقرة التي تتحدث حول أسرار الطبيعة، وكانت تحديداً تتحدث حول نبات العنكبوت أو سبايدر بلانت، اللي هو يعتبر من النباتات الظلية الجميلة اللي ممكن أنه هي تكون موجودة بالمنزل. بالنهاية يعني اليوم موجود النباتات بالمنزل أو ممكن بحديقة المنزل تعتبر من الأمور المهمة وضرورية جداً. إحنا دائماً نتحدث حول أهمية ضرورة النباتات وزراعتها، لأنه بالإضافة إلى منظرها الجميل وأنه تنقيتها للبيئة وللهواء، أنه هي أيضا راح تعطينا طاقة جميلة. اليوم ممكن تشعرنا بالارتياح، الراحة النفسية بمجرد مشاهدة ركن يحتوي على خضار. هناك الكثير ممكن من النباتات أو الصناعية اللي ممكن يقتنيها البعض من أجل فقط المنظر، لكن بالنهاية في حال أنه تم اقتناء أو ممكن تربية نوع معين من النباتات، هذا الموضوع رح ينطي جمالية وبنفس الوقت يجعل من المكان مكان صحي نظيف قدر المستطاع. حاليا مشاهدين الأحبة ننتقل إلى فقرة أخرى، خلينا نشاهدها ومن بعدها أكيد لنعود. Thank you.
شاهدنا سوية مشاهدينا لحبة هذه الفقرة اللي تتحدث حول الفراشات، أنه من ضمن المعلومات اللي حالياً ممكن كانت معروضة أنه الفراشات هي تتذوق بأقدامها. طبعاً بالتأكيد الفراشات معروفة بجمالها وممكن بألوانها الزاهية، بالنهاية ممكن أن تكثر وجودها وظهورها أيضاً بفصل الربيع، كثير ممكن تتواجد بالأماكن أو بالمناطق اللي تحتوي على الزهور والورود وغيرها من هذه الأمور. أيضاً اليوم بالنسبة للحشرات تعتبر هي ناقلة لممكن البذور وحتى ممكن تلقيح النباتات اللي تعتبر أيضا مصدر مهم. حنين راح ننتقل إلى فقرة أخرى من استراحتنا لهذا اليوم، هي فقرة التواريخ، نشاهدها ومن بعدها أكيد نعود. مرحبا بكم في تواريخ في قلب منغوليا، حيث يمتزج السحر الطبيعي بالتقاليد القديمة. تعيش قبيلة الدوخة البدائية آخر رعاة الرنة في هذا البلد الواسع. يحمل هذا الشعب تاريخا غنيا وثقافة فريدة، حيث يرتبط وجودهم ارتباطا وثيقا بحياة الرنة، والتي تعتبر مصدرا غذائيا ووسيلة لمعيشتهم. على مر القرون تطورت أساليبهم وعاداتهم، بينما حافظوا على تراثهم الثقافي في مواجهة التحديات المعاصرة. تأسست قبيلة الدوخة في منطقة تعرف بجبال سيفان، حيث ينشؤون مخيماتهم حول مواقع الرعي. يحتمد هؤلاء الرعاة على مواشيهم في كل جانب من جوانب حياتهم، من الغذاء إلى الملابس، حيث تستخدم جلود الرنة في صناعة الملابس والأدوات. تتسم حياة الدوخة بالتنقل، حيث يتبعون حركات الرنة على مدار السنة. يحرصون على الحفاظ على توازن بيئي فريد يضمن استدامة حياتهم وثقافتهم. يتحدثون الدوخة بلغة خاصة تعبر عن ثقافتهم، ويقومون بتنظيم احتفالات تقليدية تعكس ارتباطهم العميق بالطبيعة. ومع مرور الزمن يواجه شعب الرنة تحديات جديدة، بما في ذلك تغيير المناخ وتأثيرات العصر الحديث. ومع ذلك يسعى الدوخة جاهدين للحفاظ على نمط حياتهم من خلال تعليم الأجيال الجديدة قيم تراثهم وأهمية الرنة في حياتهم. تظل قبيلة الدوخة رمزا للقوة والتكيف في عالم متغير. قصتهم ليست مجرد حكاية على البقاء، بل هي شهادة على الروح البشرية وقدرتهم على التعايش مع الطبيعة. إنهم يرسخون تاريخهم على أرضهم، حيث تظل الرنة رفيقا دائما ورمزا لهويتهم الثقافية. من خلال الحفاظ على تقاليدهم يقدم الدوخة للعالم درسا حول أهمية الثقافة القديمة في زمن يتسم بالتغيير السريع. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من تواريخ، انتظرونا في حلقات أخرى. شاهدت سوية مشاهدين الأحبة هذه الفقرة الجميلة التي تتحدث حول هذه القبيلة اللي هي ممكن ترعى غزلان الرنة، اللي هي تعتبر لها مناطقها الخاصة، خصوصا المناطق الباردة جدا وبالتالي تحتاج إلى أجواء معينة. لكن بالنهاية هذه القبيلة وهذا العدد من الأناس هيئوا نفسهم وكيفوا نفسهم لأن يكونون متواجدين بمثل هذه المناطق الباردة. ومثل ما تعرفون اليوم لكل قطيع ممكن أنه أو لكل حيوان موجود بالبرية بكل موسم معين يكون إلى مكان معين ينتقل إلى، وعلى
هذا الأساس طبعا هم هؤلاء القبيلة ممكن أنه ينتقلون مع غزلان الرنة مع انتقال وتغيير المواسم. اليوم ممكن التغيير بدرجات الحرارة أصبح ممكن يهدد الكثير من الحياة البرية، لأنه بالنهاية تغيير بدرجات الحرارة أصبح ممكن أنه هو يضر بكثير من الحياة اللي موجودة بالبرية، سواء كانت للحيوانات اللي موجودة تحديدا بالقطب الشمالي والجنوبي والمناطق الباردة على حد سواء. طبعا مشاهدين الأحبة انتهت ساعتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة، أتمنى كانت ساعة جميلة بالنسبة لكم، استمتعتوا واستفاديتوا بنفس الوقت من الفقرات والتقارير اللي قدمناها لكم والمواضيع اللي تحدثنا بها وتحديدا حول الشعر الشعبي. طبعا أتمنى يوم جميل وسعيد على كل الأشخاص اللي يتابعونا بالوقت الحالي ويشاهدونا، وبالنهاية أكيد أقول لكم إلى اللقاء.